الرهن العقاري PMB. الرهن العقاري هو دين مضمون بالتسجيل مقابل سند ملكية الأرض. هذا يعني أنه اقترض شخص ما المال لشراء عقار، فإن المقرض لديه الحق في العقار. يسمح هذا الحق للمقرضين الحجز على العقار ما إذا لم يتم دفع أقساط الرهن العقاري. الحجز على العقار هو إجراء يتم في المحكمة لامتلاك أو بيع الأرض وتطبيق العائدات على الدين. يتطلب قانون عقود الأراضي أن يقوم المقرض بتقديم إشعار للمقترض ومجلس الوساطة الإقليمي أو PMB مع إشعار طلبهم لبدء الرهن قبل 60 يوما على الأقل من تاريخ الاستماع لذلك الطلب. بعد تقديم إشعار إلى PMB يجب على المقرض الانتظار 30 يوما قبل أن يتمكنوا من بدء عملية الرهن في المحكمة، في حين أن PMB لا يتوسط بين الطرفين، فإن هذه الفترة تمنح PMB فرصة لتقديم معلومات عند الطلب إلى المقترضين لمساعدتهم في التفكير في خياراتهم، مثل دفع المتأخرات، بيع الممتلكات، وخيارات أخرى. تسرد عقود الرهن عادة النفقات التي يمكن للمقرض أن يضيفها إلى مبلغ الرهن، مثل الرسوم القانونية لإجراءات الرهن. تزيد الرسوم القانونية من المتأخرات وتزيد من مشكلة اللحاق بمدفوعات الرهن العقاري. لذا فإن السداد المبكر للمتأخرات قد يتجنب المسؤولية عن الرسوم القانونية الكبيرة. قضت محكمة كوينز بنش في عام 2010 بأن المؤسسات المالية لا يحق لها عموما تحصيل الرسوم القانونية الأولية من الرهن العقاري، وهذا يعني كقاعدة عامة أن المؤسسات المالية لا يمكنها المطالبة بالتكاليف المتكبدة قبل الحصول على إذن من المحكمة لبدء إجراءات الرهن. قد تكون هناك استثناءات لهذه القاعدة العامة. هناك حماية لأولئك الذين يريدون دفع المتأخرات. قد تستغرق إجراءات الرهن وقتا طويلا وأطول إذا كان المقترض يقوم بالدفع ويحاول استرداد الملكية. قد يرغب المقترضون في التفكير في استشارات محاماة للدفاع ضد إجراءات الرهن.